يسعدني في هذا اليوم العالمي للتكريم المرأة أني نكون أول رائدة في مجال تعليم القيادة للعنصر النسائي، واني فرحانة جدا أن قاموا بالبادرة هذه في مدينتي، مدينة زوارة. وطبعا أني بديت في مجال هذا لأن كان عندي شوية دعم، لأن كان عندي والدي الله يرحمه كان عنده مدرسة قيادة، فاني خشيت وبديت في تدريب العنصر النسائي، لأن في هذاك الوقت ما كانش في عنصر نسائي وكنت من الأوائل. وتوا ما شاء الله بدأ العدد يتكاثر، وكل ما العنصر النسائي يزيد في المجال هذا احنا نفرحوا هلبا، لأن مجال هذا حلو بالنسبة للمرأة. دكتورة حياة العمراني، أول طبيبة بيطرية على مستوى المنطقة الغربية. المجال هذا طبعا يعتبر مجال صعب بالنسبة للمرأة، واجهتني عدة صعوبات ما نكذبش يعني بالنسبة للموضوع هذا، لأنه يعتبر مجال جديد وبالنسبة لمنطقتنا يعني شيء فيه من الغرابة، يعني بالنسبة للمرأة أن المرأة تكون طبيبة بيطرية ماهوش بالسهل. ولكن الحمد لله بفضل المثابرة وبفضل مساعدة الأهل يعني كملت وتخرجت وبديت مشواري إن شاء الله في مدينتي، ووفقت لله الحمد، وكنت أول طبيبة مسكت المحاجر، محاجر المنافذ البيطرية على مستوى المنطقة، منفذ راس جدير ومنفذ ميناء زوارة البحري، والحمد لله وفقت من الله عز وجل. الاحتفالية هذه كانت احتفالية جميلة جدا، خاصة جميع الرائدات، خصت ناس منهم توفوا ربي يرحمهم وما حدش تفكرهم، والحمد لله ان تفكرهم توا، ونسال الله ان يوفقنا ويوفق جميع بناتنا ان شاء الله، ويكونوا حتى هم خير وخلف لخير سلف باذن الله عز وجل. الذكرى في زواره نحييها